الطياره، فمعروف ان اول حاجه بنعملها اول ما بنطلع الطياره هي ان احنا بنعمل اير بلين مود. اوكي، انت بقى في حياتك بتحتاجي تعملي الاوبشن ده امتى؟ لما ببقى عايزه اقعد لوحدي واريح واصفي دماغي. طب وانت عامله المود ده، مين الحد الوحيد اللي هيبقى ليه استثناء ان انت هيعرف يوصل لك، هيعرف يكلمك؟ ادهم ابني. لو قلت لك ان انا هسالك سؤال ورديتي عليه في 3 ثواني هيبقى عندك فرصه انك ما تنطيش. طيب جاهزه؟ يلا. قولي لي، عبد المنصف لعب في كام نادي؟ لعب في 5 نوادي اي ثينك. هي الاجابه غلط والثلاث ثواني عدوا، فانت هتنطي هتنطي يا لطفي. كام نادي؟ سته. سته. هنط. ويت فور مي. تاريخ جوازك انت عبد المنصف امتى؟ شهر 6 2004. نجوم السماء.